لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في تكملة للمحاضرة اللي فاتت من دورة برمجة باستخدام السي شارب. في محاضرة النهاردة هنشرح الفرق بين الفاليو تايب والريفرنس تايب. الفرق الجوهري بين الفاليو تايب والريفرنس تايب هو طريقة التعامل مع الفاليو تايب والريفرنس تايب في داخل الميموري نفسها. طيب ايه الاول الفاليو تايب عشان نكون عارفين؟ لما احنا شرحنا الداتا تايب قبل كده قلنا يا جماعه عندنا الداتا تايب ليها كذا نوع. الداتا تايب ليها حاجه اسمها فاليو تايب وحاجه اسمها ريفرنس تايب. الفاليو تايب قسمناها لنوعين، قلنا في حاجه اسمها يوزر ديفاين تايب وفي حاجه اسمها بيلد ان داتا تايب. البيلد ان داتا تايب واليوزر ديفاين تايب دول زي الانتجر والسترنج والفلوت والدبل والديسيمال والانام والستركت. وقلنا بعد كده في حاجه اسمها الريفرنس تايب زي الكلاسز والديليكت، وقلنا هنشرحهم بعد كده ان شاء الله لما نبدا في الاوبجكت اورينتد. طيب غطينا الجزء الخاص بالفاليو تايب، ولكن قلنا هنركن الريفرنس تايب شويه. طيب يعني ايه الفرق بين الفاليو تايب والريفرنس تايب؟ هو طريقه استخدامهم داخل الميموري نفسها او طريقه التعامل معاهم داخل الميموري. هناخد مثال بسيط كده الاول عشان يقدر نوضح بيه الدنيا ونشرح اثناء ما احنا بنكتب المثال. فلنفترض ان احنا عندنا فاريبل اسمه انتجر اكس 1 ايكوال 10، تمام، وعملنا فاريبل ثاني اسمه انت اكس 2 ايكوال اكس 1. لو جينا هنا قلت كونسول دوت رايت لاين، قلت له اكتب لي اكس 1 از، وعامل جنبها كونكات وقلت له اكتب لي القيمه بتاعت اكس 1، وبعد كده رحت عامل كونسول دوت رايت لاين برده تاني وقلت له اكس 2 از واكتب لي القيمه بتاعت اكس 2، ونعمل كونسول دوت ريد لاين عشان الابلكيشن ما يقفلش معانا، ورن الكود دوت ونشوف ايه القيم اللي هتطلع لنا. لما جيت اشغل الابلكيشن بتاعي دوت طلع لي كده، قال لي انت عندك الاكس 1 بتساوي 10 والاكس 2 بتساوي 10. اذا انا لما جيت عملت هنا قلت له اعمل لي فاريبل نوعه انتجر اسمه اكس 1 وتحط لي فيه قيمه بتساوي 10، وبعد كده اعمل لي فاريبل ثاني اسمه اكس 2 وحط لي فيه قيمه بتساوي نفس القيمه اللي موجوده في اكس 1. طيب لو انا جيت هنا وقلت له غير لي القيمه اللي في الاكس 1 وخليها لي مثلا ب 20، واخدت نفس السطور ديت هي كده وقلت اعرضها ثاني، تمام، ونشوف الكود بتاعنا هيعمل لنا ايه. لما في اول مره قبل ما اغير القيمه بتاعت الاكس 1، قال لي الاكس 1 عندك هنا بتساوي 10 والاكس 2 بتساوي 10. بعد كده غيرت قيمه الاكس 1 وخليتها ب 20، قال لي الاكس 1 عندك بتساوي 20 والاكس 2 بتساوي 10 زي ما هي. اذا هو هنا ما غيرش قيمه الاكس 2 رغم ان القيمه بتاعت اكس 2 انا قايل له فوق انها بتساوي قيمه اكس 1، ولكن اللي تم داخل الميموري ان احنا الفاليو تايب عموما بشكل عام بتتعامل داخل الميموري في مكان اسمه الاستاك. ايه مكان الاستاك دوت؟ لما انا قلت له انت اكس 1 هو فتح لي متغير داخل الميموري بتاعتي في المكان اللي بيتحفظ فيه الفاليو تايب اللي هو الاستاك. اسم المكان دوت سماه لي اكس 1 واداله مساحه معينه بنفس مساحه الداتا تايب اللي انا بستخدمها معايا، وراح حاطط لي فيها القيمه بتاعتي اللي هي 10. لما جيت المره الثانيه قلت له افتح لي فاريبل ثاني اسمه اكس 2، راح هو عامل اوبجكت ثاني من الكلاس اللي اسمه انتجر او من الداتا تايب اللي اسمها انتجر داخل الميموري، وليها مساحه بعيده خالص عن المساحه بتاعت الفاريبل الاولاني وسماها اكس 2 وحط لي فيها نفس القيمه بتاعت الاكس 1. لما جيت هنا عرضت القيم بتاعتي عرضها لي عادي خالص وحطيت قلت له اكس 1 بتساوي 20. لما جيت اغيرها راح رايح للمكان اللي فيه الاكس 1 بتاعتي وراح مغير القيمه بتاعتها خلاها ب 20، ولكن الاكس 2 خلاه القيمه بتاعتها زي ما هي اللي انا محددها له من الاول خالص اللي هي بتساوي اكس 1 واللي هي في مكان منفصل خالص عن الاكس 1. لذلك لما جيت بعد كده ان انا اغير القيمه بتاعت اكس 1 وقلت له خليها لي ب 20، الاكس 2 ما تتاثرتش معايا خالص بكل التغييرات اللي انا عملتها دي. ديت ببساطه الفاليو تايب. طيب ايه الريفرنس تايب؟ قلنا الريفرنس تايب يا جماعه هي ببساطه زي الكلاسز والديليكت وشويه حاجات هناخدوها بعد كده ان شاء الله لما نبدا في الاوبجكت اورينتد. هنعمل كلاس كده بسيط صغير عشان نشرح عليه الريفرنس تايب، نقول بابليك كلاس ونسميه مثلا بوينت. الكلاس دوت كل اللي فيه اتنين فاريبل انت اكس وواي، تمام. هنعمل اوبجكت جديد من الكلاس دوت هقول له بوينت بي 1 ايكوال نيو بوينت،
واقول له b1.x equal 10 وb1.y equal 20. وهعمل تاني هنا تحت هقول له point b2 equal b1. هنسخ الاكواد اللي بتعرض للكلام دوت كده سريعا عشان ما نضيعش وقت في كتابتها. تمام، انا دلوقتي رحت عامل كلاس اسمه بوينت، والكلاس دوت بياخد اتنين فاريبل، جواه فاريبل اسمه اكس وفاريبل تاني اسمه واي، تمام، نوعهم انتجر. رحت قايل للبي 1.x بتساوي 10 والبي 1.y بتساوي 20، وقلت لي اكتب لي القيمه بتاعه بي 1.x واكتب لي القيمه بتاعه بي 1.y، وبعد كده اعمل لي اوبجكت تاني من الكلاس بتاع بوينت ده وبيشاور او فيه نفس القيم اللي فيها القيم اللي موجوده في بي 1. قلت له اكتب لي القيم اللي موجوده في bb2.x ونفس القيم اللي موجوده في b2.y. نرن كده الكود بتاعنا بعد ما نعمل كومنت للجزء اللي فوق عشان ما يظهرش معانا. نرن كده الكود بتاعنا ونشوف النتيجه ايه. راح قال لي b1.x بتساوي 10 والb1.y بتساوي 20، وقال لي b2.x بتساوي 10 والb2.y بتساوي 20. طيب تعالى كده نجرب ونغير ونقول له b1.x equal 30 مثلا، ونعرض تاني قيمة البي 2، نشوف قيمة البي 2 هل هي هتتأثر لما انا غيرت القيمة بتاعة البي 1 ولا لا. نرن كده الكود بتاعنا، راح قايل لي b1.x بتساوي 10 والb1.y بتساوي 20 والb2.x بتساوي 10 والb2.y بتساوي 20. طيب بعد ما غيرت القيمة بتاعة البي 1.x خليتها ب 30، قال لي b2.x بتساوي 30، اذا لما انا غيرت القيمة بتاعة b2.x وخليتها خليتها b1.x خليتها ب 30، راح برضه مغير لي نفس القيمه بتاعه b.x وخليها لي بنفس قيمه b1. طيب هو ايه اللي حصل لما انا عملت b1 وعملت b2؟ لما انا جيت عملت هنا b1 راح هو عمل لي اوبجكت جديد اسمه b1 وفتح اثنين فاريبل داخل الميموري، واحد اسمه x وواحد اسمه y، والبي1 دوت عباره عن ريفرنس بيشاور على الاثنين فاريبلز دول اللي هم b1.x وb1.y. مش هنقوله بقى b1.x وb1.y، هنقول احنا عندنا ريفرنس اسمه b1 بيشاور على فاريبل اسمه x وفاريبل تاني اسمه y، الاكس فيها 10 والواي فيها 20. لما انا جيت عملت اوبجكت تاني او ريفرنس تاني من الكلاس بتاع بوينت عندي ده وقلت له انت عندك بوينت 2 دي بتشاور على b2 وبالتبعيه على b1، وبالتبعيه اصلا b1 عندي بتشاور على x وبتشاور على y، فلما جيت غيرت القيمه بتاعه b1.x نفس الحكايه، لما جيت انادي على بي 2 راح مشاور لي على بي 1 اللي دوت اكس، وبي 1 دوت اكس قيمتها اصلا اتغيرت. لكن الريفرنس تايب زي ما قلنا الفاليو تايب بتتحافظ في الستاك، ولكن الريفرنس تايب الميموري بتتعامل معاها وبتحافظ بتحتفظ بيها في مكان في الميموري اسمه الهيب. يبقى الفاليو تايب بيحتفظ في مكان اسمه الستاك، والريفرنس تايب بتحتفظ في مكان في الميموري اسمه الهيب. ده ببساطه كل الفرق بين الفاليو تايب والريفرنس تايب. طيب ليه هنستخدمهم او ليه لازم نفهم الجزء النظري دوت الى حد ما هو نظري؟ ليه عايزين ان احنا نفهمه كويس قوي؟ لاننا ان شاء الله لما نيجي نكمل الجزء بتاع الميثود هنعرف ليه احنا احتاجنا ان احنا نبقى عارفين الفرق بين الفاليو تايب والريفرنس تايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.